ويشرفني الآن أن أرحب بصاحب الفخامة السيد كلاوس فيرنر يوهانس رئيس رومانيا. صاحب الفخامة لكم الكلمة. Mr. President, السيد الرئيس، أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، إن الوقت الذي نحياه الآن هو الأصعب على مدار جيل. نواجه حربا في القارة الأوروبية ذات آثار عالمية، وانعدام لأمن الطاقة، ونقص في الغذاء، وعدم استقرار اقتصادي. ولكن هذا لا يجب أن يشغلنا عن التغير المناخي. على النقيض من ذلك، إن تنفيذ ما يتعلق بالمناخ أمر ضروري لمعالجة الكثير من هذه التحديات والتصدي لها، وكذلك الحفاظ على رفاه الأجيال الحالية والمقبلة. إن التغير المناخي ليس مفهوما مجردا، وإنما واقع يومي له تبعات على صحة الناس والطبيعة والاقتصاد. بلدي رومانيا واجهت هذا العام موجة جفاف شديدة ذات آثار سلبية تتعلق بالحصول على المياه وإنتاج الغذاء وتوليد الطاقة، ومن ثم جهود التكيف ضرورية لزيادة منعة وصمود المجتمعات والأنظمة البيئية في مواجهة المخاطر المناخية. سيداتي والسادة، تدعم رومانيا تماما القيادة الأوروبية في مجال التغير المناخي والتزامنا المشترك بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الصفرية أو الصافية، وعلينا أن نكفل أيضا انتقالا أخضرا له فوائد متعددة واستثمار في الأبحاث والتنمية والتطوير والابتكار، وكذلك توفير اقتصاد أخضر وخلق وظائف فرص عمل، فضلا عن ذلك الوصول للطاقة الميسورة ذات الأسعار الميسورة يمكن أن يتحقق عبر الاستثمار في الطاقة منخفضة الكربون، وكذلك الشبكات الحصينة والتقنين أو تنظيم الطاقة المتجددة. إن كلفة التقاعس المناخي تتجاوز كثيرا كلفة الإجراءات المتخذة. إن التغير المناخي يتسبب في خسائر اقتصادية وغير اقتصادية، وكذلك أضرار حول العالم. الإخوة الزعماء، إن حلفاءنا الأقوى في مكافحة التغير المناخي هم مواطنون، وعلينا أن نجهز ونمكن هؤلاء من أجل المعركة. إن الشباب في رومانيا شغوف بالتحرك في مجال التغير المناخي، وهذا التفاني يجب أن يكون مصدر إلهام لنا جميعا. إنني أؤمن بشدة بقوة التعليم في توفير أو في الوصول إلى سلوك صديق للمناخ. إن التعليم والأبحاث أو أنظمة التعليم والأبحاث يجب أن تتوائم على نحو أفضل مع الأهداف المناخية، وتزود المواطنين لا سيما الشباب بالمهارات المطلوبة من أجل اقتصاد ومجتمع منخفض الكربون، وتطلع إلى نتائج شاملة لهذا المؤتمر. وفي الختام اسمحوا لي أن أدعوكم للعمل معا حول هذه المسألة بتفان و بإخلاص وعزم. شكراً.